صباح الورد للناس. الورد هذا هو الشلال، شلال سفاش اللي متعني له، اسوق له ساعتين، ثلاث ساعات لاربع تقريبا. هذا قريب مدينة سيون السويسرية، بركن السيارة ويلا وراي واحد واحد، ما في مكان، اركضوا اركضوا اركضوا. نتقرب له كاسكيد، يعني الشلال تشيمي دي لا كاسكيد تشيمين. غابة ثانية، الشلال قريب من سيون السويسرية، يعني اللي بيزور المغارة أو بيزور مدينة سيون كلهم جنب بعض. وطبعا هاي أكبر مغارة أرضية في أوروبا، أنا نسيت أنوه لكم، عفوا مو مغارة، أكبر بحيرة أرضية، أكبر بحيرة أرضية في أوروبا اللي في سيون اللي صورناها من كم يوم، حطيت لكم الحداثي وكل شيء. لا الشلال بصراحة حلو ويستحق الزيارة. غابة أخيرة قبل الذهاب، صراحة الرذاذ ماله بارد. يا اخوان هذه احداثيات الشلال، شلال شفاش. وين موقف السيارة؟ احلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنزور معاكم خوانق جورج دوردان. هذه الخوانق بنشوف بعد اول مره نجيها اذا تسوى ولا ما تسوى، بنحكم عليها بعد شويه. هني المدخل، بحط لكم لوكيشن بعد شوي. الدخول للشخص تذكره ب 8 يورو 8 فرانكو، لكن هذا 8 يورو وتدخل طوالي. هذا موقف السيارات، وهذا مكتب التذاكر. وتدخل، بسم الله توكلنا على الله. مثل ما نقول لكم يا أخوانا، هل أماكن ما تصلح لأطفالنا، خصوصا أطفال الخليج، ممكن يركض عنك وينزلك ويطيح، يعني إذا ما تكسر مات. فالحذر الحذر، يعني ما تصلح للعربات، أطفال صغار بعربات ما تصلح، الناس الكبار اللي يعانون من مشاكل القلب ما تصلح لهم هالأماكن هاي. خوانق جورجس، بدينا بالخوانق، هذه الغابة لين الحين يبشر بخير. بدينا في الجد، بدينا في الجد، نعم. هاي يا اخي، هاي اللي شجع. حلو حلو، كل شيء حلو، يا حلو يا عراقي يا حلو. يا ويلاه يا ويلاه، انصح بي وبقوه. التغاطة عالمية سويسرية شلالية، أنصح فيه وبقوة. ارتفع عندي كل شيء، ارتفع الضغط، ارتفع السكر، ارتفع. يا الله،
روع روع يا رباه يا رباه عليك يا سويسر، الماي من كل صوب يخر يا رباه، سبحان الله. نواصل نواصل اي نواصل بقى فيها نواصل بعد، شوف من كل صوب هاي الماي هذي صراحة روعة روعة روعة. أنصحكم فيه وبقوة. لا 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 لا، لكن يا أخوان في سلالم، في عمري ما شفت سلالم في خرق، يا هي سلالم فيه يا هي سلالم. منظر يرفع الأدريالين، يرفع السكر، يرفع الضغط، يرفع كل شيء فيك، كل شيء فيك تشوفه متقبل. وينك علي الشمراني؟ وينك يا محمد ايامي ابو نغم؟ وينك؟ وينك يا ابو فهد؟ لو اشوف حد منكم هني بربين في الماي. يا الله يا رباه يا رباه. وهذا الاحداثي يا اخوان، هذا الاحداثي وانصح فيه وبقوة، اسمه جرجس ونند.